السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناه مطبخ جميله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه اللي بغيت نشاركها معكم اليوم هي عباره عن غراتان اللي كنعملوه بسباكيتي والطون. كنتمنى البنات يعجبكم هذا الغراتان وتجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير، لانه كيجي رائع وكيجي زوين. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. ودابا غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله على بركه الله. كنبداو اولا بسباكيتي. بالنسبه لهذا الكراتا غادي نبداو بسباكيتي هي الاولى. بالنسبه للسباكيتي كنعملو مغليان. هذاك المغليان كنستعملو فيه معلقه كبيره ديال الزبده، وكنستعملو فيه شويه الملح، وكنستعملو فيه وريق سيدنا موسى. بعد ما كيغلى ليا داك الماء كنعمل فيه سباكيتي، كنخليه حتى كيطيب ليا سباكيتي. ما كنخليوهاش طيب بزاف باش ما كتجيناش معجنه، غير شويه كتحسوا بها طابت غير شويه صافي وكنحيدوها. انا صفيتها من داك الماء اللي هو طاب فيها، وكنغسلها بالماء بارد باش تحيد منها داك النشا وما تجينيش معجنه. صافي، انا غادي نكمل سباكيتي ديالي، غادي نغسلها بالماء بارد وغادي نخليها تصفى، وعاد غادي ارجع معكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. تركنا سباكيتي جانبا حتى تنشف لينا من الماء. دابا غندوزو باش نوجدو لاصوص. بالنسبه للاصوص انا خديت واحد الكيلو ديال المطيشه، طيبته مزيان وطحنته في مولينكس، خليته بالقشور ديالو. دابا كنحك عليه 4 الدروس ديال الثومه، هانتوما كتلاحظوا معايا. وغادي نعمل دابا التوابل. كنعملو واحد المعلقة ونص ديال التحميرة، واحد المعلقة صغيرة ديال الإبزار، واحد المعلقة صغيرة ديال الكمون، وغادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال المطيشه ديال الحك. وغادي نعمل تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، وغادي نديروها فوق البوطه حتى طيب ليا، وما نساوش واحد الرشه ديال الملح. دابا غندوزو باش نوجدو لاصوص بيشاميل. اللي كنحتاجو ليها نصف لتر ديال الحليب، واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، واحد الرشه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال الزبده، واحد الكوزه غادي نحكو غير شويه، جوج معالق كبار ديال الدقيق، ضامه ديال الدجاج. هاد هما المقادير اللي غنحتاجو. دابا غندوزو باش نوجدو هاد لاصوص بيشاميل. غادي نعمل جوج معالق كبار ديال الزبده، بعد ما دابت لي الزبده دابا غنضيف واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق، وغنضيف هذيك الضامه ديال الدجاج، وغادي نضيف هذاك نصف لتر ديال الحليب مع التحريك المستمر. ولا بد هاد لاصوص بيشاميل تبقاي تحركي فيها حتى تعقد لك.
نضيف واحد الرشه ديال الملح، وغنضيف هذيك نص معلقه صغيره ديال الابزار صافي. وغادي نبقى نحرك حتى نحس بهذا الخليط ديالي بدا يتقال ليا شويه. مني كنحسو بهذاك لاصوص بيشاميل بدا يتقال لينا شويه، ها نتوما كتحسي بان الخليط بدا يتقال شويه، غادي نحك واحد شويه ديال الكوزه، ما نقووش بزاف غير شويه، هاد الكوزه كتنسم بزاف هاد لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل ها هي وجدت عندنا. باش كتعرفي بان وجدت كتشوفي واحد الفقاعات هما غادي يبانوا لك، كتعرفي بان لاصوص ديالك واجده. ها نتوما كتلاحظوا صافي. دابا غنزول الكاسرونه ديالتي من فوق البوطه. بعد ما وجدت العناصر كلها اللي غنحتاج في الغراتان بالنسبه للسباكيتي، ها هي تصفات ليا من الماء. غادي نحتاج فروماج محكوك، غادي نحتاج طون مصفات من الزيت، لاصوص بيشاميل اللي وجدنا، صلصه ديال الطماطم ها هي واجده عندي، ها نتوما شوفوا الشكل ديالها كي كيجي، والفرماج ديال لي ساندويش ها هو. دابا غادي نجيب المول اللي غادي نعمل فيه هاد الغراتان. انا غنستعمل هاد المول زجاجي، وتي اي مول كيدار لك في الفرن تقدري تستعمليه. دابا غادي نعمل كطبقه اولى لاصوص بيشاميل، ها نتوما غتلاحظوا معايا. كنحاول نوزع ديك لاصوص بيشاميل على القاع ديال المول. غادي نستعمل كطبقه ثانيه سباكيتي اللي حنا سلقنا ووجدناها، ها هي. بعد ما ساليت دابا غادي نستعمل كطبقه ثالثه، غادي نستعملو الصلصه ديال الطماطم، ها هي. غنحاول نوزعها على الوجه ديال هذيك سباكيتي اللي عملت. وغادي نعملو الطون، كتمشي على شكل طبقات هاد الغراتان. وغادي نعمل فخوماج صافي. دابا غادي نعاود نفس الطبقات اللي انا عملتهم كما لاحظتوا معايا، وبعد ما غنكمل عاد غادي نتلاقى معاكم باش نشوفوا الطبقه الاخيره اللي غادي نعملوها في هذا الغدا. Thank you.
صافي بعد ما كملت كاع العناصر اللي عندي وعملت بهم الطبقات، صافي دابا كنعمل كوجه اخير، كطبقه اخيره كنعملو لاصوص بشاميل. هي تقريبا كتجي فيها على جوج طبقات، طبقه اللي شفتو معايا قبيله وطبقه اخرى. الاخر ديالها هو دابا هاد لاصوص بشاميل، هانتوما كنحاول نوزع هذيك لاصوص بشاميل على الوجه ديال المول باش يجيني مقاد. دابا غادي نعمل فخوماج ديال لي ساندويش على الوجه ديال هاد الغاتا. صافي بعد ما ساليت دابا كنحاول نقاد المول ديالي وغادي نعمل فخوماج، وكنكون الفران مسخناه على 250 درجة. غادي نعمل الكغاتان ديالي في الفرن حتى يطيب على خاطرو، وعاد غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا الطبق النهائي. ها الكغاتان ديالي بعد ما جبتو من الفرن، هانتوما شوفوا الشكل ديالو كي كيجي، كيجي زوين، وكتجي عندو هذيك الطبقه الفوقانيه محمره وزوينه. كنتمنى البنات تجربوا هاد الكغاتان، راه غادي يعجبوا وليداتكم بزاف. انا غادي نحاول نشارك معكم واحد طريف من هاد الكغاتان باش نشوفوه كي كيجي من الداخل. كتجي هذيك الطبقات كتجي معلكه، وكنتمنى البنات تجربوه، راه بابسط المقادير كتحاولي تكوني طبق اللي كيكون رائع ولذيذ، وكتنوعي لوليداتك الاكل ديالهم. هانتوما هانتوما شوفوا الشكل ديال هاد الكغاتان، كنتمنى البنات تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. وكنشكركم على الاشتراك ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، وما تنسوش ليا لي لايك والاشتراك باش نقدر نستمر. وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.